إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمل وعمل. الحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. هذه هي محطات الإنسان: ألم، أمل، عمل، أجل، ثم يأتي الجزاء. خلاصة حياة الإنسان لكل بداية النهاية: نشهد اليوم آخر جمعة في شهر رمضان المعظم، هذا الشهر الذي تعلمنا منه الكثير، شهر يربينا، يضبط حركة حياتنا، يعرفنا بربنا، يجعلنا نستلذ العبادات، القيام، تراويح، تلاوة القرآن، اللقاءات في مساجدنا، وقد فتحت هذه السنة والحمد لله. نسأل الله أن يرفع الوباء وجميع الأوبئة التي تعاني منها البشرية قاطبة، وما ذلك على الله بعزيز. ونتعلم بأننا مبتلون جميعا بما شاء الله، ولنبلونكم بشيء من الخوف، عشنا شيئا من الخوف من هذا الوباء المدمر الذي زلزل النفوس وزلزل المجتمعات وزلزل اقتصاد العالم، واجتهد الخبراء والأطباء والمخابر البيولوجية الطبية عبر العالم، والجميع اعترف بالعجز، بأن القادر على رفع هذا البلاء هو رب السماء جل جلاله بأمر منه، كما في سورة ياسين في الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ابتلينا أفرادا، فقدنا أعزاء، فقدنا أصدقاء، صاموا معنا في العام الماضي، هذه السنة لم يشهدوا هذا الشهر الفضيل. هناك من شهد هذا الشهر في بدايته ثم انتقل إلى رحمة الله، ونحن لا ندري متى نودع هذه الحياة، نودعها بالموت وكلنا إلى ذلك المصير، فحياتنا تنتهي بشهيق أو زفير. وربنا قال: ولكل أجل كتاب.
وإذا بلغنا الله نهاية هذا الشهر لا ندري العام المقبل هل نكون من الأحياء أم من الأموات. والموت في اعتقادنا ليست نهاية، الموت ليست هي النهاية، بل هي بداية حياة الخلود، هي انتقال من وجود إلى وجود، انتقال من وجود زائل الدنيا إلى وجود دائم الآخرة. لذلك لابد أن نأخذ العبر، نسأل الله أن نكون ممن تعلم من هذه المدرسة، مدرسة الصيام، ما به نتعرف على ربنا وتنضبط حركة حياتنا مع شريعة الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الجاثية 18. وأن نتغير، لا بد أن يكون للعبادات أثر في حياتنا، فللعبادات ثمرات، لا بد أن تتجلى في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا السياسية، في جميع مجالات الحياة. وقد قال ربنا وقوله الحق في الآية الراعدة، الآية 11 من سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هي الجمعة اليتيمة، هكذا كانت تلقب الجمعة اليتيمة، ليس بعدها جمعة في رمضان، لا يتمل الجمعات، ولكن نقولها فقط على سبيل التنبيه وعلى سبيل التذكير، كما في سورة الذاريات في الآية 55 وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. نسأل الله أن نكون ممن تخرج من هذه المدرسة بنجاح، ورمضان هو مرشح من مرشحات الغفران، عباداتنا جميعاً تعتبر مرشحات للغفران، لا ندري، نسأل الله القبول، ولكن لابد أن نعتقد ذلك إيماناً بأن العبادات التي نقوم بها هي مرشحات للغفران، تمهيداً لنيل الرضوان من الله جل جلاله. أمل وعمل، علمتنا شريعة الله أن نعيش الأمل وأن يملأ الأمل قلوبنا. أذكر نموذجا واحدا من القرآن الكريم، والقرآن منهاج حياة، كما قال في سورة الإسراء الآية 9 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إيمانا عبادة شريعة أخلاقا وسلوكا. ربنا يروي لنا قصة يوسف وقد اجتمعت عوامل اليأس عند يعقوب، وقد جاء أولاده مساء وهم يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون وهم يبكون، ولكن هذا البكاء لا نعلم صدقيته، جاءوا عشاء يبكون وقد أنبأوا وقد أخبروا أباهم بأن يوسف قد أكله الذئب، أكله الذئب، ومعهم دليل الإثبات، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه هي الآية 18 تعلمنا الأمل ولو اجتمعت عوامل اليأس. يفترض أن يكون يعقوب يائسا من ولده، ولكن هو لم ييأس من رحمة الله ولو اجتمعت لديه عوامل اليأس. ونحن كذلك أفرادا وأمما
أفرادا وأمة لا نيأس. وإن تعددت قروحنا وجراحنا وتخلفنا كل ذلك قائم لا محالة، ولكن لا بد أن نكون أمة الأمل، الأفراد العصاة الذين هم غارقون في المعاصي ربنا يزرع فيهم الأمل، يقول لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أربع مبشرات في هذه الآية الواحدة: قل يا عبادي، مبشر لم يسلب منهم الله عز وجل ثوب العبودية فهم عباده رغم أنهم عصاة. قل يا عبادي، الأمل الأول والبشرى الأولى، لا تقنطوا من رحمة الله، الثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا، الثالثة إنه هو الغفور الرحيم، الرابعة وعلى مستوى الأمة أيضا أمتنا تعاني ألوانا من القروح في جميع المجالات، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الاقتصاد، على المستوى السياسي، على المستوى الحضاري، أمة يفترض أن تحتل مركز الصدارة، يفترض أن تتحرر فلسطين بجهود الأمة كما تحررت الجزائر وتحررت البلدان من الاستدمارات المختلفة، يفترض أن يعيش أبناء وبنات الأقصى في أمن وأمان، فالأقصى قبلة المسلمين الأولى، هي أولى القبلتين وثالث الحرمين، ورحلة الإسراء والمعراج خلدت هذا المكان العزيز، وقضية فلسطين هي قضية أمة، هي قضيتنا جميعا، قبلتنا الأولى هناك، ولكن هي أمتنا تعيش هذه القروح. وربنا أيضا على مستوى الأمة قدم لنا علاجا شافيا في سورة آل عمران في الآية 139 والآية 140، حيث يقول ربنا عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ما أكثر القروح في حياتنا! إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. عودة إلى الآية 18 من سورة يوسف، نتعلم الأمل ولا ندع مجالا للشك يتغلغل في قلوبنا. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتأتي الآية 83 تبرز هذا الأمل الذي أثمر، الآية 83 من سورة نفسها سورة يوسف، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا عسى الله، الأمل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إذا اجتهدنا في غرس الأمل في قلوبنا، ولكن الأمل الذي يدفع إلى العمل، قال الشاعر: أعلل النفس بالآمال أركبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. سينتهي رمضان بعد أيام، وستنتهي حياتنا لا ندري، وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ولكل أجل كتاب، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولكن لابد أن نعمل. ربنا قال في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا. نعمل للدنيا بإعمارها، نعمر الدنيا ولا نخربها ولا نفسد فيها، ونعمر الآخرة
بالطاعات والقربات والباقيات الصالحات، باستثمارنا للأوقات الغاليات العزيزات في حياتنا قد لا تتكرر في حياتنا. فالحياة فرص، لابد أن نحسن استثمارها، ولابد أن نجتهد في صناعة الفرص ثم نحسن استثمارها. إذن لابد أن نعمل. ربنا يقول: وقل اعملوا للدنيا والآخرة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فالله أول من تعرض عليه الأعمال، هل هي خالصة لوجهه أم لا؟ نحن مؤمنون جميع الأعمال التي نقوم بها في الحياة لكي نضمن أجرها لا بد أن تكون خالصة لله، فالخلاص في الإخلاص. وربنا قال في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الرسول سيرى أعمالنا، ويوم القيامة سوف يشهد لنا أو علينا. الدليل في سورة النساء الآية 41، هذه الآية التي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال له: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ ليس بالأمر الهين أن يقرأ شخص في الدنيا القرآن الذي أنزل على محمد أمام محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أجابه قائلا: أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ يقرأ الصحابي الجليل من أول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى أن وصل إلى الآية 41، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، أي توقف، لا تكمل التلاوة، لا تكمل القراءة. فيقول الصحابي الجليل: نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان الدموع. هذه هي العين، العين التي تبكي لأمرين: تبكي لحزن وتبكي لفرح، كما قال الشاعر: يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان. ما هي الآية التي أبكته؟ هي الآية 41، حيث يقول ربنا عز وجل تمثيلا وتقريبا لذلك المشهد الجلل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. آية فجرت الدموع من النبي صلى الله عليه وسلم، من عيني النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عودة إلى الآية 105 من سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والمؤمنون، المؤمنون أيضا ميزان آخر: فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وتأكد هذا المعنى في سورة الكهف في آخر آية، الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع وباء كورونا وجميع الأوبئة عن البشرية قاطبة، عاجلا لا آجلا. اللهم إن نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم حقق آمالنا. اللهم يسر أمورنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. استووا استقيموا ارحمكم الله استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.